مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. انت معاك 700 مليون دولار يا رحيم، انت متاكد انك شايل ورق هنا؟ بقول لك حطه بايدي دي.
اللي ورا خروجك من السجن هو اللي عايز يوصل ل 700 مليون. ادك الكلام ده حصل ازاي؟ حلمي قتل زياد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت واخدنا على فين يا حلمي؟ هقول لك في السكه يلا بسرعه. مش محتاج اقول لك طبعا انا مجنون بمين؟ مجنون بيكي. والشركه دي انا لما سالت عليها لقيتها قفلت. ده انت ذاكر قوي. جون خبازو فهمني ان رجل اعمال سويسري من اصل عربي، وقال لي انه مش هينكر ان جزء كبير من شغله غير شرعي. امينه بتقولي انها تعرف مكان الورق اللي بدور عليه. ورق ايه ده؟ ورق تحويلات الفلوس. انت متاكد انك انت ما قلتلهاش اي حاجه ايام ما كنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ ونبه على زملاتك في اللجان اللي بعد كده ممنوع اي حد يتعرضوا. معنى كده انك عارف بقى موضوع ال 700 مليون. افتكري كمان ان احنا كده لازم ننسى موضوع ال 700 مليون دولار. انا مش عايزه غير حاجه واحده بس. رقبة رحيم. ألو ست اللواء، كنت عايز أقابل سيادتك ضروري. ده اللي حضرتك عايزه أحمد بيه؟ آه. وبس وأنا بجيب المكالمات دي لحضرتك وقعت في حاجة تانية خالص. يعني لقيت نفس اللواء ده في واحد تاني بيسجل مكالماته. واحد تاني؟ واحد تاني مين؟ طب النعمة الشريفة أنا حاسة بيه، وعارفة يا أخويا أنت سرحان في إيه؟ يا ريتني سمعت كلامك يا حنان، ريتني سمعت كلامك وبعدت عن رحيم. كل اللي حصل لي ده بسبب رحيم. خلاص يا أخويا خلصنا، اللي فات فات، إحنا هنقعد نفكر فيه. اللي حصل حصل. حنان، إحنا مش هينفع نقعد هنا. أنا عايزك تروح البنك تسحبي كل الفلوس بالتوكيل اللي أنا عاملهولك. حاضر. في واحد جاي كمان شوية هيوصلك لغاية البنك، وبعد ما ترجعي هنسافر على طول. هنروح فين؟ نروح سوهاج، في جماعة معارفي هناك هيخبونا في مكان محدش يقدر يوصلنا فيه. وإحنا هنفضل هربانين كده وكل حاجتنا هنا؟ خلاص، في حل تاني. أنا أهرب لوحدي، بس أنا مش هقدر أعيش من غيركم. وهي العيشة تبقى عيشة اللي معاك؟ رجلنا على رجلك، إحنا كمان ما نقدرش نعيش من غيرك. لا بابا، رحيم ما عملش حاجة. أنا حبيته، ولما رحت عشان أعترف له رفضني وضربني، فقررت أعمل اللي أنا عملته. رايح فين يا سيد؟ رايح فين وسايبني؟ أنا لازم أمشي على الحاب. أنا بهت الليل عشان خاطرك، بس أنا معرفتش أنام. أنا مش هقدر أقعد هنا أكتر من كده. بس أنا محتاجة لك جنبي يا سيد. أنا خلاص مش فاضل لي حد غيرك. وأنا عايزك جنبي يا الحاب، بس مش هنا. أوعي تكوني فاهمة إن أنا بتكلم على رحيم، لا، عشان خاطر زياد. أنا كل عادت هنا رحاب بتفكرني بيه. وأنا كمان، أنا كمان مش قادرة، ريحته في كل حتة في البيت. أنا همشي معاك يا سيد. خلاص، أنا هعد عليك النهاردة، بس بعد ما أجيب حق زياد. هتعمل إيه؟ أنت فاكرة يعني رحيم هيعمل لحلمي حاجة؟
رحيم عمره ما يقدر يمد ايده على حلمي. صدقيني انا عارف بقولك ايه. طب خدني معك. لا مش هينفع بنت الناس. اللي جاي ده انت مالكيش فيه. انت تستنيني هنا لغايه ما اجيب لك خبر حلمي بنفسي. صادق، ايه اللي جابك هنا يا احمد؟ انا اللي حسأل سيادتك نفس السؤال، ايه اللي جابك هنا؟ انا بقى هقول لكم انتوا الاثنين ايه اللي جابكوا هنا. مستغرب يا احمد بيه؟ اصلا ما هنش عليا الحقيقه تقعد اكتر من كده، مش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك. رحيم انت اتجننت ولا ايه؟ لا سامحني يا ست لواء، أنا عملت اللي طلب مني، عملت اللي عليا وأكتر كمان. أنا الأوان بقى أنضف قدام كل الناس. في إيه يا باشا؟ في إيه فهمني؟ أحمد امشي أنت دلوقتي وأنا هفهمك بعدين. بعد إذنك يا ست لواء. بص أحمد بيه، أنا والست لواء صادق معرفة قديمة. انت هتخرج بكره. عارف يا باشا احمد بيه الديب جه وعمل الواجب. عارف هتخرج ليه؟ مش فارقه. لا فرقه كتير. انت هتخرج عشان تعمل لاول مره الصح. هتصلح اللي انت عملته يوم هربت الفلوس بتاعت الناس بره البلد. يا باشا انا كنت بخدم البلد. انت كنت بتقضي على البلد. ليه؟ مش كانوا هم الحكومه؟ انت كنت بتخدم الناس اللي قاعده على الكراسي اللي بتحكم البلد. مش هتفرق كتير. لا تفرق كتير قوي. الفلوس دي هترجع وانت اللي هترجعها، فاهمني؟ فلوس دي لا هي فلوسي ولا فلوسك، دي فلوس الناس الغلابه، فلوس البلد. وانا هستفيد ايه؟ المره دي مش هتستفيد، هتفيد. هتفيد بلدك والناس الغلابه. وانا عارف انك هتعملها، متاكد انك هتعملها. وعارف انك لا يمكن تخون بلدك. أنا مش هقدر أحميك ولا أقدر أعمل لك أي حاجة. أنت من أول ما هتخرج الناس كلها هتجري وراك، حتى الداخلية نفسها. مش هقدر أمنع أي حد. هتخرج وتتصرف بشكل عادي جدا. لحد ما تسلمنا الناس اللي أخدوا الفلوس دي ونعرف راحت فين حتة. وتسلمنا المستندات اللي هتثبت إن الفلوس دي ممكن نرجعها البلد تاني. أنا عارف إنها مهمة صعبة. بس أنا الحقيقة واثق فيك. تسألني جايب الثقة دي منين؟ ما أعرفش. بس أنا حاسس إنك هتعملها. وهتقدر تعملها. حاضر يا باشا، أحاول وربنا يقدرني. الله الله عليكم. ليه كده يا سيادة الله؟ متخوني؟ أنا تلميذك بعد خبرة السنين دي كلها بتعديها عليا؟ أنا بخونك يا أحمد ولا حاجة، بس هي الظروف جت كده. بعدين إحنا اللي يهمنا مصلحة البلد. طب تبروني بأي حاجة تانية يا باشوات؟ أروح أنت رحيم دلوقتي وهنكمل كلامنا بعدين. يعني قبل ما أمشي كده كان في كلمتين كنت عايز أقولهم. أنا خايفة يا حلمي. مفيش. محمود مستنيكوا تحت. محمود انت واثق فيه؟ واثق فيه، واثق فيه يا حنان، واثق فيه. لا يقول لي رحيم. واثق فيه. محمود عمره ما اشتغل مع رحيم. طول الوقت كان بيشتغل معايا انا بس. يلا. طيب ماشي. تعالي. Thank you.
ماما خليه يبعد عني. كفايه بقى، سيبونا في حالنا بقى. كفايه بنتك يا حنان. يا ماما خليه يبعد. سكتي بنتك وانا قسما بالله ازعلها عليك وقت. لا 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 لا، انتوا عايزين مننا ايه؟ ما تسيبونا في حالنا. الله، عايزين مننا ايه؟ اسيبكم احنا بقى في بينا دم؟ دم؟ انتوا اللي عملتوا الدم مش حقل. انتوا اللي ما راعيتوش العشره. طب احنا ولاد كلب ريمان. زياد ذنبه ايه؟ زياد ما كانش يدعى باي حاجه. هو الوحيد اللي كان بره الحدوته، ولما دخل الحدوته مات. عارف انا يرضيني يا حنان ان انا احرق قلبي حلمي على بنته طول عمره عشان يحس باللي انا حاسس بيه دلوقتي. ابعد عننا بقى، ابعد عننا. عايز مننا ايه؟ حلمي فين؟ معرفش. حلمي فين يا حنان؟ معرفش. سيد، سيبهم يا سيد. اسيبهم؟ انت عايز مني ايه؟ انا مش هسيبهم غير لما اعرف حلمي فين. انا هوصل له واخد منه حق زياد، بس مش بالطريقه دي. نعم يا اخويا. انت مين انت عشان تقول لي انا اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انت مين اصلا؟ تعرف ايه زياد؟ تعرفه منين عشان تحدد مين يجيب حقه؟ هو انت اللي ربيته؟ شفته هو بيكبر قصاد عينيك وبيبقى راجل؟ انت كنت مرمي في السجن وقبلها بتجري على حالك. انا والحام اللي عشنا معاه كنت بقى جنبه في حزنه ومرضه. احنا كنا ابوه وامه. انت مين؟ انا السبب يا سيد، انا السبب في موت زياد وموت عزة وعذاب رحاب معاك. أنا السبب في كل أذية حصلت للعيلة دي، علشان كده أنا اللي لازم أصلح الغلط بنفسي مش أي حد تاني. هات يا سيد. اوعى تكون مستنيني انا اشكرك. لا مش مستنيها منك، بس اللي انا عايز اعرفه ليه حلمي عمل كده؟ ليه استنى كل ده بعد اللي حصل في القصر؟ انا قلت لهم على الحقيقه، قلت لهم اللي حصل بيننا. ايه؟ قلت لهم ان انا اتظلمت؟ انت اتظلمت، لكن اخوك مش مظلوم. هشام، هشام ايه دخله باللي حصل؟ يا سلام، انت ما تعرفش اخوك عمل ايه؟ عمل ايه؟ هشام في ايه يا رحيم؟ اوه في ايه يا رحيم؟ الله 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 الله. ليه ما حكيت لي على اللي عملته معاها؟ وانت صدقتها؟ بتعمل حوار عشان توقع بيني وبينك. دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة عشان افهم حلمي عمل معايا كده ليه؟ انا ما عملتش حاجة. اخرس! بتقول لي يا رحيم في ايه طيب؟ قول لابوك عملت ايه؟ ريم حامل من هشام. يا لهوي، حامل منك؟ الكلام اللي انا بسمعه ده مظبوط يا انت؟ رد عليا! مظبوط الكلام ده؟ انت بره يا ده، لم هدومك وغور وسيب البيت ده ما تشوفش وشك هنا تاني بره. تعالى هنا، انت رايح فين؟ يعني ازاي يعني تعالى هنا وحيرك؟ يا ما تعرفش السواد ده رايح بقول لك.
عادي يلا ونعمل الوكيل فيك يا شيخ. اتخطفوا؟ اتخطفوا ازاي؟ انت في ثلاثة طلعوا بسلاح ما عرفتش اتصرف معاهم. امال انا بعتك معاهم ليه؟ ما عرفتش اعمل ايه؟ مين؟ مين اللي خطفه؟ ما عرفوش. ابراهيم مفيش غير رحيم. محمود خليك برا القصر، محدش يدخل ولا يخرج منه. يلا في مراتي وبنتي يا رحيم. هي وصلت بك الندالة انك تخطف مراتي وبنتي؟ انا ما خطفتش مراتك وبنتك، انا خلصتهم من ايد اللي خطفوهم. مراتك وبنتك دول بنت ومرات صاحب عمري. مش الواد اللي لسه خارج من شويه ده اللي انت بعته يقتل امينه؟ امينه تستاهل الموت الف مره. وليه ما قلتليش؟ اكيد كنت هتكشف حاجه انت مخبيها عليا. الورق. أنا بعت الورق لأمينة بعد ما خسرت كل حاجة. ما لقيتش لا أنا ولا مراتي ولا بنتي فلوس حتى ناكل بيها. لقيت أمينة بتتصل بيا وعايزة تقابلني. أنا كنت رايح عشان أقتلها، لقيتها بتستقبلني بشيك وباتفاق. قالت لي إن في واحد من اللي كانوا شغالين معاك في تهريب الفلوس بيدور على ورق. عزت منصور؟ ما قالتليش على اسمه. هي كمان ما تعرفش أهمية الورق ده. الحكاية كلها إنها بعت ورق بصوت فلوس، وأنا كمان كنت عايز أقف على رجلي من تاني، والورق نفسه ما كانش له أي أهمية طول ما أنت في السجن. وإحنا كلنا كنا عارفين إنك عمرك ما تطلع منه. وما قلتليش ليه وقتها لما خرجت؟ ما كانش نفسي تخلص كده يا صاحبي. وأنا كمان يا رحيم ما كنتش عايزة تخلص كده. لكن يا صاحبي اللي عاش عشتنا لازم تبقى دي النهاية. يا واطي يا كلب! حلمي! انت مجنون! يا واطي! انت كويس يا شام؟ ليه كده يا حلمي؟ ليه؟ بجيب حقي بنت يا رحيم! طب وحقي زياد؟ حقي زياد انا اللي هجيبه يا رحيم! لا يا رحاب، كفايه دم! وحقي زياد يا رحيم! حقي زياد هنجيبه. بس من غير دم. الو احمد بيت ديب. خد بالك من حنان وريم. حنان مريم رحيم. زياد انا مش خارج من السجن عشان انت تسافر، خارج من السجن عشان نتلم كلنا مع بعض. لازم تعرف انك انت ابني اللي ما خلفتوش.
فاهم؟ ربنا يخليك لي. بينا رحيم مفيش وقت، حياتك في خطر. وايه اللي بيحصل ده؟ انا رائد خالد علي وبنتك انا بعرفك. انا مش همشي من هنا غير لما اعرف مين دول. دول الناس اللي عايزين منك 700 مليون. انت عارف مين اللي ورا موضوع ال 700 مليون؟ مش مهم الكلام دلوقتي، نكمل كلامنا في العربيه. حياه الدكتوره داليا في خطر. ايه؟ داليا رحيم حاسب. بلاش تهور، بلاش تهور، ها؟ بلاش تهور. فرح؟ مفاجأة مش كده؟ ايه يا خالد؟ انا كنت فاكرك اذكى من كده. عماد، انت عرفت المكان ده ازاي؟ اقول لك عرفت ازاي؟ لا مش هقول لما ترموا السلاح اللي معاك الاول. سيب داليا يا عماد. حنيتك دي بقى اللي بتحرق دم يا رحيم. ما انا سبتها اهو، كلكم مترفعين اصلا، ارمي السلاح. بس انت يا عماد عارف كويس قوي ان انا ولا فارق معايا داليا ولا رحيم. اه؟ بس يفرق معاك حياتك انت؟ انتوا تعرفوا بعض من امتى؟ ده انا وخالد عشره قديمه قوي. يعني كل اللي قلتولي في العربية كان كده؟ هو أصله كان بيحافظ عليك مش عشان سواد عيونك، عشان يحافظ على نصيبه في 700 مليون. أنا مش جاية هنا عشان أتكلم يا عماد. عارف جاية تنتقم من رحيم، وأنا كمان عايز أنتقم من رحيم. بس تعرفي يا فرح، الانتقام من غير شماتة تحس كده ان قيمته بتقل شويه. عارف يا رحيم، كل مره كنت بشوفك فيها ببقى ماسك نفسي بالعافيه ان اقول لك ان انا بلعب بيك من يوم ما خرجت من السجن. وانتوا عرفتوا منين موضوع ال 700 مليون؟ اعتبر ده اعتراف منك انهم معاك. عماد، سيب داليا تخرج من هنا وانا هعمل لك اللي انت عايزه. ليه؟ مش عايزها تعرف انك حرامي مقلب الزباين في 700 مليون دولار؟ البي حرامي قلب زباينه في 700 مليون، صح؟ يعني انت كنت بتكذب عليا يا رحيم؟ والفلوس كانت معاك طول الوقت ده؟ داليا، في حاجات كتير انت ما تعرفيهاش. انت كنت بتبص في عينيا وتكذب؟ انت عايز تحرقوا دمي؟ يا حلوه، كان ببص في عينك وبيكذب عشان هو كذاب وحرامي. ورق ال 700 مليون كان شايله عند صديق عمره، حلمي. وحلمي صديقه باعه وخانه وراح باع الورق لمين؟ لامينه. وامينه بعته لعزة منصور. مين بقى عزة منصور ده؟ صاحب البي. هو واحد كمان تلاتة قلبوا الزباين في 700 مليون دولار واتفقوا مع بعض يحطوهم في حساب بره، وبعد الهيصة ما تخلص كل واحد ياخد نصيبه. بس انه يعملوش حسابه بقى ان رحيم بيتقبض عليه ويترمي في السجن. عماد، انا قلت انا مش جاية اتكلم في حاجة، انا جاية هنا عشان حاجة واحدة بس، اخلص منه. اقتله. ارجع مكانك، محدش هيقرب من رحيم طول ما انا هنا. كان نفسي اشكرك لولا اني عارف نيتك.
بسيطة يا رحيم بيه، قولي فلوس فين وانا خرجك من هنا، انت والدكتورة سلام غصب عن اي حد. وانت مين اللي قال لك ان انت نفسك هتخرج من هنا؟ لا يا عماد، اقعد كده وصلي على النبي. انك تقتل رحيم حاجة وانك تقتل ظابط دي حاجة تانية. انا لو اتخربشت بس الدنيا هتتقلب عليك. انا دلوقتي بس بدأت اجمع كل حاجة. عزت بعد ما اتسجنت حب يدور على الفلوس، باع اللي وراه واللي قدامه علشان يدفع لأمينة تمن الورق، ولما فشل انه يوصل لحاجة انتحر. البوليس حقق في الموضوع، الورق وقع قدام خالد بيه، ومن هنا تعاونتوا مع بعض. بس اللي مش قادر افهمه بقى، انتي هنا بتعملي ايه؟ كنت فاكراك اذكى من كده يا رحيم. انت كنت فاكر ان انت بتغسل فلوس لوحدك؟ انت ما كنتش تقدر تاخد خطوه واحده من غير ما ترجع لجون خباز. جون خباز؟ انت تعرفيه؟ مكتب الاستشارات بتاعي كان واجهه من الواجهات اللي استخدمها قبل كده زمان، ومن بعد كده بقيت انا بلعب لوحدي. كلامك ده يوفر عليا كتير قوي. تقصد ايه يا رحيم بيه؟ أنا مش عارف هما اتأخروا كده ليه؟ هما مين دول؟ إيه إحنا يا عماد بيه؟ بقى لنا 10 دقايق بره. أحمد بيه، كويس إنك جيت يا فندم. رحيم أهو وعماد كان خاطف داليا، وكويس حضرتك وصلت يعني. استنى يا خالد، خليك أنت شوية. إيه ده؟ أنتوا متفقين مع بعض؟ مش محتاج اقول لكم المكان كله متحاصر، عشان مصلحتكم كل واحد يسلم سلاح. تمام يا باشا. يعني ايه؟ يعني انتوا هتسيبوه؟ انتوا مش عارفين ان ده مجرم؟ مش عارفين عمل ايه؟ احنا عارفين كويس قوي يا مدام هو عمل ايه. يعني انت كنت بتشتغل مع الداخليه؟ مش انا قلت لك في حاجات كتير انت ما تعرفيهاش؟ خسارة يا خالد، انت اخر واحد في الدنيا توقع ان يخون. لا يا احمد بيه، نزل سلاحك يا خالد. انا مش خاين. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي وما تدينيش اوامر. نزل سلاحك. مش هنزل سلاحي. داليا، انا مش هعرف اعيش من غيرك يا داليا. عماد، انت عارف كويس قوي ان عمري ما حبيتك، وان طول عمري بحب رحيم، واني لجأت لك بس هروب من حبي ليه. يعني ما ينفعش برضو اسيبك لحبيب القلب واروح اتحبس. طب خليها اعدام بقى وتعالي معايا. محدش يزعل اني سبتكم ومشيت. اشوفكم بخير وافتكروني، وسايب ذكريات وكوام من الحواديت. اشوفكم بخير وسامحوني، محدش يزعل اني سبتكم ومشيت. اشوفكم بخير وافتكروني، وسايب ذكريات وكوام من الحواديت. انا في مكان اكيد احسن، ولا بزعل ولا بحزن، ما
بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير. أنا بمكانك أحسن ولا بزعل ولا بحزن. بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير أشوفكو خير. سلامي لكل واحد له غلاوة ولكل لحظة عشتها وذكرى طلعت بيها. سلامي للبراءة والشاوة والسلام أمانة للأماكن اللي رحنا فيها. ده أنا في مكانك إيد أحسن ولا بزعل ولا بحزن. بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير. أنا في مكانك إيد أحسن ولا بزعل ولا بحزن. بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير أشوفكوا بخير. وسامحوني محدش يزعل إني سبتكم ومشيت. أشوفكوا بخير وافتكروني وسايب ذكريات وتوامر الحواديت. أشوفكوا بخير. أشوفكوا بخير وسامحوني محدش يزعل إني سبتكم ومشيت. أشوفكوا بخير وافتكروني وسايب ذكريات وكوام من الحواديت. أشوفكوا بخير وسامحوني محدش يزعل إني سبتكم ومشيت. أشوفكوا بخير وافتكروني وسايب ذكريات وكوام من الحواديت. أنا في مكان أكيد أحسن ولا بزعل ولا بحزن. بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير. أنا بمكانك أحسن ولا بزعل ولا بحزن. بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير أشوفكو خير. سلامي لكل واحد له غلاوة ولكل لحظة عشتها وذكرى طلعت بيها. سلامي للبراءة والشاوة والسلام أمانة للأماكن اللي رحنا فيها. ده أنا في مكانك إيد أحسن ولا بزعل ولا بحزن. بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير.
بلاش الدمع يستحسن مدام قدامكو لسه كتير أشوفكو بخير وسامحوني محدش يزعل إني سبتكم ومشيت أشوفكو بخير وافتكروني وسائب ذكريات وتوامر الحواديت أشوفكو بخير